بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. اليوم نتكلم عن الحلول التي يتبعها سكان البادية وسكان الجبال لحل مشكلة سوء الامتصاص. سوء امتصاص الغذاء والفيتامينات والمعادن، هذه المشكلة شائعة تقريبا في كثير من بلداننا العربية وحول العالم. يتناول الناس بعض الناس الطعام ولا يستفيدون منه، وهناك أعراض كثيرة جدا لا نريد أن نتطرق لها ونحشو الفيديو بما لا يلزم، لأننا سبق وتكلمنا عن مشكلة سوء الامتصاص. اليوم نقدم التدبير الذي يفعله سكان البادية وسكان الجبال لحل مشكلة سوء الامتصاص. لدينا في الدول العربية نبات رائع جدا ومفيد ومغذي، ويستخدمه البدو وسكان الجبال منذ ألوف السنين لحل مشاكل كثيرة تؤازر الإنسان. هذه الشجرة تسمى خرنوب الشوك، وهناك أيضا المريمية. خرنوب الشوك يطحن تطحن الثمرة مع البذور. خرنوب الشوك نطحن الثمرة مع البذور، وكمية مثلا بهذا الحجم و ما يوازيها من المريمية، أي ما تسمى ببعض الدول العربية الميرمية أو المريمية أو المرمرية أو المارمية أو السالمية، ولها عدة أسماء في الدول العربية، واسمها في اللغة العربية الفصحى المريمية، وفي الترجمة للغة الإنجليزية تسمى سيج. نأخذ كمية متساوية من خرنوب الشوك، ثمره وبذوره نطحنها، وما يقابلها كمية مثلها من المريمية، ثم نخلطهم ونأخذ ملعقة كبيرة مملوءة جيدا، نضعها في كوب ونصب عليها ماء ساخن ونتركها 10 دقائق. بعد 10 دقائق نتناول هذا الشاي الرائع العطوي المفيد المغذي قبل كل وجبة مباشرة، قبل الإفطار وقبل الغداء وقبل العشاء. هناك تدبير آخر يجب اتخاذه للمؤازرة في حل هذه المشكلة، وهو إيقاف تناول الجلوتين. لا نتناول الطعام الذي فيه جلوتين مثل الطحين أو دقيق القمح، ونستبدله بخبز مثلا مصنوع من الذرة الصفراء، ونستمر لمدة 2 شهر، ثم نحاول للإدخال الجلوتين تدريجيا وببطء، ونستبدل ببطء بالذرة الصفراء، ونعود إلى الجلوتين ببطء شديد جدا وتدريجيا بلطف بلطف بلطف، ريثما يتحسن الامتصاص في الجسم ونتخلص من مشكلة سوء الامتصاص. قناة ومستشفى العشاب أبو عبد العزيز العشاب شمر كان معكم، نسأل الله لنا ولكم الشفاء. إذا أعجبكم الفيديو ضعوا لايك، إذا أحببتم اتركوا تعليق جميل، إذا أردتم أيضا يمكنكم الاشتراك في القناة، أيضا يمكنكم مشاركة الفيديو يمكنكم الضغط على زر مشاركة ومشاركة الفيديو في جروبات الفيسبوك والواتساب. شكرا، ميرسي.